أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي فرانسوا أولاند سيزور حاملة الطائرات شارل ديغول الموجودة في شرق المتوسط للمشاركة في العمليات ضد تنظيم الدولة الإسلامية في سوريا والعراق. وذكر بيان الرئاسة الفرنسية أن أولاند سيلتقي على متن حاملة الطائرات شارل ديغول الموجودة قبالة سواحل سوريا، سيلتقي بالجنود المشاركين في العملية العسكرية أو في العمليات العسكرية. وتشارك فرنسا في الحملة العسكرية التي تقودها الولايات المتحدة ضد تنظيم الدولة الإسلامية في العراق منذ سبتمبر أيلول العام الماضي، كما بدأت فرنسا شن غارات على أهداف في سوريا منذ شهرين.